أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي إضاءات. ضيفنا اليوم هو المحامي السعودي الأستاذ عبد العزيز القاسم، ونناقش معه التطويرات القضائية في المملكة العربية السعودية. حياك الله الشيخ عبد العزيز. مرحبا، أهلا وسهلا. سأنتقل أول شيء، أود أن أبين للإخوة المشاهدين، الأخوة والأخوات المشاهدين، أننا سنتحدث عن المراسيم الملكية التي صدرت في شهر رمضان في السعودية لتطوير نظامي القضاء ودول المظالم. يعني شيخ عبد العزيز، أنا أود أن أتحدث معك بوصفك قاضيا سابقا، مررت على النظام أو تعطيت مع النظام القضاء السعودي بوصفك قاضيا ومحاميا ومهتما بالشؤون القانونية بعد ذلك. فأسألك، ماذا يعني هذا النظام، الأنظمة الجديدة التي صدرت بالنسبة للمواطن العادي في السعودية؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. حقيقة الآن النظامين أو هذان النظامان يمكن أن يؤسس لنقلة كبيرة في الخدمة المقدمة للمواطن من الجهاز القضائي. سيلامسها المواطن بعد سنوات قليلة، يعني 3 إلى 5 سنوات، يعني ما راح يصير في انتظار صفوف طويلة انتظار. سيلامسها في حياتها اليومية من خلال مجموعة من الأشياء. على سبيل المثال، ظهور المحاكم المتخصصة. لن تقف المرأة التي تطالب بالخلع من زوجها أو تطالب بحضانة أطفالها في قاعة واحدة مع متهم بجريمة قتل أو مخدرات أو نزاع في أرض. ستكون المحاكم الأحوال الشخصية منفصلة ومتخصصة. سيكون القضاة أو سيكون للقضاة تخصص تحديدا في مسألة وجود محكمة أو تخصيص محكمة للقضايا الأحوال الشخصية. بعض المحافظين يعتقدون أنه أو يظنون أن وجود محكمة للأحوال الشخصية هي انسياق مع الأنظمة الغربية للقضاء، وشكل من أشكال التخلي عن نظام القضاء الإسلامي أو الحكم بالشريعة الإسلامية. من الناحية الموضوعية، أحكام الأسرة، أحكام الزواج والطلاق والخلع والحضانة والمواريث، هي من حيث التقسيم العقلي، من حيث التقسيم الفني، منفصلة عن المعاملات حتى في كتب التراث الإسلامي، في كتب الفقه، في كتب الفقه الإسلامي لا يختلط، وخصوصا في مراحل نضج التدوين لا يختلط أو لا تختلط أحكام الأسرة مع أحكام المعاملات الأخرى، سواء كانت جنايات، سواء كانت معاملات أو جنايات أو غيرها من الأحكام. فالتقسيم موضوعي، وأهم من هذا فيما يتعلق بواقعنا المحلي، أن لدينا محكمة للأنكحة في الرياض، يعني أمضت أكثر من 30 سنة تقريبا، وهي متخصصة في جزئية صغيرة، هي إثبات الطلاق. ولا يمكن أن يتزوج شخص إلا وأن يثبت زواجه في محكمة. هي يعني توثق عقود الطلاق بشكل أساسي والنزاعات الطلاق والنكاح والزواج. الزواج من رؤساء المحاكم، إثبات الزواج من رؤساء المحاكم. لكن الفكرة من حيث الأساس أن هذا تقسيم موضوعي ليس له علاقة، قصدي إجرائي وشكلي، ليس له علاقة بالأحكام. جميل. وبالتالي سواء حكم قاضي الزواج أو النكاح أو الطلاق وهو في محكمة مختلطة بالمعنى القانوني وليس بالمعنى الاجتماعي، بمعنى يختلط فيها قضاة المعاملات مع الجنايات، أو في محكمة مستقلة، الذي سيحققه الانفصال هذا هو وظيفة مهمة وجوهرية، هي التخصص وتراكم الخبرة وتهيئة المناخ الاجتماعي والنفسي الملائم لهذا النوع من القضايا. وهذا ما في شك مكسب كبير، وسيؤدي بالتدريج إلى تسهيل إنشاء المرافق المساندة، مثل مكاتب الصلح، مثل مكاتب تسليم المحظون، مثل تيسير إجراءات تسليم النفقة والأشياء الاجتماعية هذه التي تمس الناس في مناطق الرخوة من مشاعرهم، لا يستطيعون مواجهة هذه الاحتياجات الاجتماعية الضرورية كما يواجهها الشخص الذي يطالب بأرض أو يبحث عن قصاص أو يخاصم في دين. وجودها في أماكن مستقلة سيحقق نقلة نفسية وفنية مهمة لصالح المتقاضين، لصالح المواطن، ما في شك. طيب، نعود، عفوا على المقاطعة، نعود إلى المزايا التي كنت تتحدث عنها في نظام القضاء
الأنظمة الجديدة. نعم، كيف تنعكس على المواطن؟ قلت أول شيء أنه لن يجد الرجل أو المرأة الذي يبحث عن حضانة أو نعم يجد نفسه في محكمة فيها خليط من القضايا. الجانب الثاني المهم، سأسس النظام لتحول نوعي في جودة يعني الخدمة القضائية إذا طبق كما تقتضي روح هذا التغيير وأسبابه، وإن كان قد يتعثر هذا التطبيق. بمعنى كيف؟ بمعنى نعم، النظام الجديد ألغى مجلس القضاء بشكله السابق، مجلس القضاء الأعلى، ألغى صلاحياته المطلقة اللي كانت. هو النظام السابق كان مشابه لأنظمة القضاء التي تعطي القضاة سلطة داخلية مستقلة، فالقضاة ينتخبون أعضاء، عمليا يختارون قضاة المجلس، يختارون من سيكون زميلا لهم في المستقبل، وبالتالي الترشيح. ليس بالترشيح، بالاختيار والتعيين وبظروف غامضة، يعني ليست معلنة ولا ليست يعني لا تتمتع بالشفافية. المهم أنه قصدك أنه ما في يعني معايير واضحة، أي. فالنظام السابق كان يعتمد على الاختيار من داخل الجهاز. جميل. يعني والتعيين من داخل مجلس القضاء. جميل، وبسأل فيها القضية تحديدا. النظام السابق كما أشرت كان آلية وصول فيه إلى القاضي تتم عن طريق اختيار مجلس القضاء. عن طريق اختيار زملائه من أعضاء مجلس القضاء. مجلس القضاء يختار القاضي الذي سيكون زميلا لهم في مجلس القضاء، وهو مجلس حكم الجهاز القضائي من الناحية الموضوعية. هذا النظام هو أحد الأنظمة الموجودة لإدارة مرفق القضاء. تعتقد أنه كان في تضارب مصالح، لأنه ويسمى النظام الإدارة الذاتية المستقلة. النظام الجديد أنا أعتقد أنه قرأ قراءة جيدة إشكالية تعثر التجربة السابقة التي أدت إلى 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 السيطرة التقليدية والركود في مرفق القضاء. تعتقد أنه كان هناك سيطرة تقليدية والركود؟ سنتناولها بعد قليل أمثلة لها. وقرر نظاما جديدا بشكل مختلف نهائيا يعتمد على التعيين، فأعضاء مجلس القضاء يختارهم رأس السلطة التنفيذية أو الملك رأس السلطات، ويعين أعضاء المجلس خلافا لما كان عليه الحال سابقا. وهذا سيؤدي كيف ينعكس على المواطن، سيؤدي إلى فرصة كبيرة في تحديث جهاز القضاء لتسريع تشرب جهاز القضاء للمتطلبات التحديث والإصلاح التي تفرضها متغيرات الواقع. على سبيل المثال، ألا يؤثر ذلك في استقلال القضاء لجهة أنه سيكون تعيين القضاء